نلعب شاقي نخدم باللحنة نرضي الوالدين. هذا شغلي ليا في هالبسنين صاحب صنعة وعالصنعة كنا يوم التامين. هاي شغلي شغلي هذا شغلي والشغل ما هوش عيب. هاي شغلي شغلي راضي بالله طاني ربي راضي بالنصيب. بالخدمة نعيشو لحنا نجيبو عبنا تمرمينا وخدمنا وشقينا مع بينا لحد بينا لحد. بشير عبد السلام أحمد الشافعي. حوالي 9 سنين خرجت أنا وبعض من الأصدقاء وكنا مجموعة يجي حوالي ست شباب وطالعين على أساس إن إحنا نفرهدوا جو تغيير جو الشباب. بدأت الفكرة باللي فينا مين بيذبح هو الأول. كان لي يعني دافع قوي جدا فقمت أنا بعملية ذبح وكانت بالجو بالقسطو مع نمشي للسوق نشرو في خرفان ونشرو في جديان ويكون بعملية الذبح أنا في المزرعة هذه الموجودة بجانب المحل ويتم عملية يتم نذبحوا في الشاه ونقوموا بعملية نفخة عن طريق كمبرسوري الهواء هذا حوالي 45 وعندنا عضان اللي هو المبدل يفرق ففي السنين احنا ب 35 وفي الرباعية بنفس التسعيرة والسداس فما فوق والجامع فيه ب30 وفيه ب25. وصل قنطار الخالة ب 150 دينار والخلاط كذلك وصل 180-160. يقول لك كيلو الوطني ب 45 يقول لك فعلا غالي فعلا لأن الحكاية هي تبع في بعضها فليه دور كبير الحق عملية الغلاء هذا بكل ما زاد العلف الحيوان كل ما بيزيد تسعيرة اللحوم. مرات تذبح 6-7 خرفان اللي هو بالحولي سواء من الجدي سواء من المعز سواء من الضان ومرات السوق يرقد تذبح مرات سقيطة في اليوم الواحد ومرات السقيطة تقعد نهرين ثلاثة. أغلب الشعب الليبي أول شيء اللي ماشي معاه اللي هو الوطني وفيه إقبال بدرجة كبيرة. كلام الناس الأول يقول لك اللحم سلطان الطعام ففعلا أكلة مفضلة للشعب الليبي بصفة عامة. الحمد لله هذا مهنتي ونفتخر بها وفعلا مكفيني موفيني مصروفي ومصروف عائلتي واللهم لك الحمد على كل حال. الحمد لله رب العالمين. جبنا الحلال يا 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 نرقد مرتاح البال تعبنا شقينا ما عرفناش المحال نهد جبال بدي نهد جبال بدينا جبنا الحلال يا 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 نرقد مرتاح البال عدنا شقينا ما عرفناش المحال نهد جبال بدي نهد جبال.